هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. السلام عليكم مشاهدي قناة لوسات تي في، أهلا ومرحبا بكم في ميكروفون جديد. فريق الرجاء البيضاوي ومن بعد نتيجة التعادل السلبي صفر لمثله في قلب السنغال، غادي يستقبل الفريق فريق تونغيت السنغالي على أمل تجاوز هذا الفريق بحصة كبيرة. المهم هو المرور إلى الدور المقبل، دور المجموعات. خرجنا باش نسولوا الجماهير الرجاوية على التوقعات ديالها لهذه المباراة. السلام عليكم. وعليكم السلام أسيدي. من بعد نتيجة داب صفر لمثله، الرجاء واش قادر يتجاوز فريق السنغال ان شاء الله هنا في مباراة محمد الخامس؟ اول حاجة ان شاء الله الرجاء غدير كد النتيجة السلبية وغادي تمارك ان شاء الله هنا في دونو، وحنا كنا كنتمناو كون ما كانش عندنا الكونفينمو هذا غتشوف شي نتيجة خيالية في مركب ديال محمد الخامس كما كلشي كيعرف. والاهم من هذا الشيء كامل هو حنا عندنا دابا توليفة ان شاء الله راه طاع على جمال السلامي وتوليفة مزيانة غادي تمشي بنتيجه مزيانه. وانا كان انا رايي الخاص كرجاوي بان الرجاء قادره بان تربح بواحد النتيجه كبيره ولا غير على الاقل ديك النتيجه ديال 1-0 غتمكنهم بانهم يتاهلوا. نتمنوا الرجاء ما يحتا بهذه العباره ما يستصغرش الخصم، لان ما يستصغرش المنافس، لان كره القدم عودتنا من المفاجات. متفق معاك، لان شوف هذه المساله ديال استصغار الخصم كانت في واحد الالفيه قديمه، اما دابا حاليا في الظروف ما بقات حتى شي فرقه بانها كتسمى صغيره ولا كبيره، لان اي فرقه لما حدا وصلت معاك لهذاك الدور جايه تلعب معاك انت كفرق كبير، اذا راه حتى هي عندها في رجليها، عندها باغا تبين، ولا كاع تقدر تكون فرقه صغيره ولكن لاعبه من واحد النيفو كبير، غتبغي كما كنقولوا حنايا غتبغي تشد معاك الماتش وغتبغي تقاتل معاك، تبغي تحط لي عندها، يعني تقدر تخلق لك مفاجاه. لهذا اللي ما كنظنش بان جمال السلامي ولا الدراري غيتعاملوا مع الفرقه بان برعونه ولا بان راه فرقه صغيره، بالعكس غادي يدخلوا رجال وغادي يتقاتلوا اون ديبار. نتمنوا من الله الا جا البيت الاول في الدقائق الاولى ديك الساعه تبقى، الا جادوا الثاني نزادوا البيت الثاني غتبقى ديك الساعه المتعه اللي معروفه بها الرجاء هي التيكي تاكا ودقه دقه، هي ما فيها عيب ديك الساعه بين لي، اما من الديبار مارك يا خويا البيت وديك الساعه عاد نشوفوا اللعب والمتعه، ما كاين حتى شي اشكال. هذاك الشيء اللي كاين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. فريق الرجاء من بعد نتيجه الذهاب صفر لمثله هناك في السنغال، الان غادي يستقبل فريق تونغيت السنغالي، ما كنعرفوش شخصيا انت كتعرف تونغيت السنغالي بعد. واش نقول لك اخويا على حساب اللعب اللي لعبوا له، الى جاوا هنا ان شاء الله غادي نربحوهم، غادي نربحوهم ان شاء الله غادي نربحوهم. سمعتيني؟ واخا كنعرفوا العامل اللي مازال ضد فريق الرجاء وضد فريق الوداد وضد حتى بركان في المنافسات الافريقيه وهو عامل غياب الجمهور، يعني واش كتشوف ما يكونش ربما عائق امام الرجاء باش يفوز باريحيه على الفريق السنغالي؟ ان شاء الله كنتمنوا الخير، كنتمنوا غادي يكون العائق ربما وكنتمنوا من الله سبحانه وتعالى غادي يجيبوا شي نتيجه مزيانه ان شاء الله. هادشي اللي كنتمنوا ان شاء الله. شحال النتيجه كتوقع؟ وكنتوقع ان شاء الله غادي تكون واحد جوج. السلام عليكم. السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اداء الرجاء في المباراه الاخيره امام وداد فاس، الماتش كان شويه قاصح ولكن الرجاء عرفت كيفاش تلعب معاهم الحمد لله وربحنا. واخا واش ما كتشوفش هذا الاداء ولا هذه النتيجه الاخيره ديال وداد فاس غتكون معنويا مهمه للرجاء باش ان شاء الله يتجاوز فريق السنغال؟ ان شاء الله غيكون حافز كبير باش حاش يربحوا الماتش ديال وداد فاس، غيكونوا لاعبين على الكارير كبير باش غيربحوا ذاك الماتش. تونغيت السنغال ضروري غنربحوا. مش ما انت ما خايفش من تونغيت السنغال اللي يفاجئ الرجاء؟ وهذا الشيء اللي ما كنتمناوش. ضروري تخاف منهم، ولكن الرجاء تكون كبيره مع عارف ان الرجاء تكون في دونور كبيره، ما تدير بوني ماتش ان شاء الله وغتربح 5-0. 5-0. السلام عليكم. وعليكم السلام. الرجاء ان شاء الله امام تونغي السنغال، ان شاء الله كتبان لي غتاهل مع واخا السنغال شويه قوي ولكن ان شاء الله غتاهلوا. واخا نتمنوا ما يكونش نفس الاداء ديال مباراه وداد اللي كان امام فريق وداد فاس. كنتمنى، لان الرجاء يمكن بحال هذه المباريات خصو يحسم بكري الماتش قبل ما يدخل في شي حوايج اللي تخليه في مأزق امام فريق السنغال.
نيت انت عندك الحق، حنا خاص الراجل خاص ماركي قبل الشوط الثاني، في الشوط الاول ما تبقاش الشوط الثاني، هذا عندك خاص تجاهد في الاول. داكشي اللي النتيجه كتوقع ان شاء الله اللقاء؟ حنا كنتمنى الراجل تفوز. شحال؟ ماشي مشكل، بعد تكون الواحد لواحد الواحد زار حد زار. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.